الحقيقه انه احنا بنركز هنا في المناقشه الاستفتاء على التعديلات الدستوريه على فكره المشاركه. فكره المشاركه بغض النظر انت هتقول ايه او هتتصرف ازاي، رايك انت حر فيه، لكن فكره المشاركه في حد ذاتها، اهميه فكره المشاركه على كل مواطن مصري استاذ عبد الجواد، تشوفها ازاي؟ يعني خليني بس اقول انه يعني قبل ان نبدا ان هناك حاله من الارهاب الفكري بتتم من قبل اعلام معادي، يعني سواء كان هذا الاعلام تابع لجماعه الاخوان المسلمين او لقطر او لتركيا، لكن كمان الجديد في الامر هو تكثيف الاعلام المعادي من قبل مثلا السي ان ان مثلا على سبيل المثال في الاستفتاء، يعني خلينا اقول ان هو الغير مهني اللي عملته كان المقصود انه يظهر مصر بصوره سيئه، لانه خد جزء معين، هو خد جزء الخاص بمده الرئاسه فقط اجتزا التعديلات الدستوريه. وللأسف أنه حتى عندما انتصرت الآراء المؤيدة لهذه القصة، والاستفتاء ليس خفيا أنه كان بيقود الدعم له والترويج له الاثنين الفنانين الموجودين خارج مصر، عمرو واكد وخالد أبو النجا، وقيادات الإخوان الشابة في بلاد الخارج. ولما ابتدى الاستفتاء كان 22%، كان الكلام انه اهي مصر رافضه، اهي مصر مش عايزه. لما النتيجه انتهت لصالح التعديلات الدستوريه، في الحقيقه الاثنين تقدموا بشكوى لاداره السي ان ان، وده يقول قد ايه انه هناك حاله من الارهاب الفكري لمجرد انه الناس ما تنزلش. في تقديري من هذا المربع يجب ان تنطلق فكره النزول، فكره انه ده حق، لانه اللي ما بيروحش في الحقيقه هو هضم حقه، هو مش عايز يقول رأيه، وبالتالي ليس له حق في المطالبة بأي حق سواء قانوني أو دستوري بعد كده. لأنه الحملة هنا، وإحنا بنقود حملة كبيرة جدا على مستوى الجمهورية، فكرة النزول، فكرة المشاركة، فكرة أن الناس تنزل تقول رأيها، أيد أو لم يؤيد، مش هو ده الهدف. الهدف أنه الناس تنزل، الناس تبقى موجودة تاخد حقها، لأنه الحقوق السياسية بالتحديد لا تأتي إلا بالمشاركة. ويمكن بنشوف حتى في الانتخابات النيابية ناس كتير جدا بتزعل أنه جه نائب مش على هواها، أو أنه هو مش شغال كويس. ما هو أنت ما نزلتش، يعني إذا هو نجح في أنه هو يحشد مجموعة ويروح للصناديق وياخد الكرسي، دي مشكلتك أنت، الجالسون في المنازل ليس لهم حقوق.